بنحب يوميا نطلع حضراتكم اكيد على المستجدات الخاصه باخبار النادي الاهلي، عشان كده هنروح لمراسلتنا مريم سميح موجوده بقرر النادي الاهلي بالجزيره. مريم بونجور عليكي، صباح الهنا وسامعينك. وقبل اي حاجه احكي لنا الطقس عندك عامل ازاي ودرجات الحراره، واضح ان انت بتصوري يعني من الداخل، اكيد درجه الحراره بره مرتفعه بشكل كبير جدا، اتفضلي. صباح عليك يا نهاوند وصباح على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. مظبوط طبعا يا نهاوند، زي ما انت قلتي درجات الحراره الحقيقه بتستمر في ارتفاعها، وعلشان كده احنا موجودين يعني من داخل المبنى الاجتماعي تحديدا من امام دولاب البطولات، يعني تفاديا لاشعه الشمس في الخارج. وده الحقيقه يعني يمكن اللي كمان الاعضاء اتبعوه، الحقيقه ان اغلب الاماكن المغلقه في النادي هي اللي موجود فيها كل الاعضاء الموجودين في الصباح الباكر من اليوم. اما بالنسبه يعني للخارج، الحقيقه ان مفيش يعني كثافات كبيرة جدا من الأعضاء خارج المباني الاجتماعية أو الأماكن المغلقة في المقر الرئيسي بالجزيرة. زي ما أنت قلتي بالظبط، يمكن كمان لسه هتشهد الساعات المقبلة من اليوم ارتفاع في درجات الحرارة هتصل ذروتها إلى 40 درجة مئوية، وعلشان كده يمكن يعني مفيش إقبال شديد على المقر الرئيسي بالجزيرة. ولكن يعني الحقيقة حتى الأعضاء الموجودين موجودين داخل الأماكن المكيفة في مختلف أروقة النادي. خليني بقى يعني يمكن معاكم جوله جديده يا نهاوند من مقر النادي الاهلي باقي الجزيره، عشان يكون معانا فيها كل الامور والمستجدات الخاصه بالفريق الاول لكره القدم وايضا الفرق الرياضيه الاخرى. خلينا طبعا نبدا بالفريق الاول لكره القدم. يمكن عقب انتهاء الراحه السلبيه اللي منحها المدير الفني مارسيل كولر للعيبه، طبعا كان امبارح امس يمكن كان اجازه من التدريبات، النهارده هيعودوا مره اخرى للتدريبات على ملعب مختار التتش، هيكون التجمع في تمام الساعة 4 مساء والمران هيبدا في تمام الساعة 5 مساء، ده طبعا استعدادا لمباراة الغد امام المصري اللي هتقام في تمام الساعة 8:30 على استاد الجيش ببرج العرب. الحقيقه النهارده المران هيكون في عدد كبير جدا من الامور الهامه، سواء على مستوى المحاضره او ايضا على المستوى التدريبات البدنيه للعيبه. طبعا زي ما احنا عارفين ونوهنا خلال الايام الماضيه وزي ما قال مستر مارسيل كولر، الحقيقه ان اللعيبه الاساسيه لن يتم اشراكها النهارده في المران، والنهارده هيتم يعني اشراك اللعيبه اللي ما بتشاركش بشكل اساسي في المباريات، سواء المباريات يعني الماضيه كلها في مختلف البطولات. ولكن الحقيقه خليني انوه على حاجه مهمة جدا يا نهاوند، يمكن كل جمهور النادي الاهلي عنده يعني شوية قلق انه مارسيل كولر هيعتمد على اللعيبة الشباب، وطبعا اكيد يعني ده ما بيبقاش فيه اي قلق يعني حابين نقول للجمهور، ولكن الحقيقة انه مش هيتم الاعتماد بشكل اساسي من قبل مستر مارسيل كولر على اللعيبة الشباب، ولكن الحقيقة يعني على الجانب الاخر هيتم الاعتماد على اللعيبة اللي ما بتشاركش بشكل اساسي، سواء بقى يمكن علي لطفي، مصطفى شوبير، عبد القادر، قندوسي، احمد نبيل كوكا، دول هيكونوا موجودين بشكل اساسي ان شاء الله في مباراه الغد امام المصري. خلينا نقول ان مباراه المصري اكيد مباراه هامه جدا وصعبه جدا، ولكن الحقيقه النادي الاهلي بيدخلها يعني بحسابات اخرى، خاصه النادي المصري لسه متلقي هزيمه كبيره 4-1 امام سيراميكا كليوباترا في نهائي الرابطه زي ما احنا شفنا كلنا وتابعنا يوم السبت الماضي. وده الحقيقه اللي النهارده هيستغله مستر مارسيل كولر في المحاضره الخاصه بمباراه الغد. ولكن اكيد يعني يمكن ما بين تاريخ يا نهاوند الفرقتين، ما بين النادي الاهلي وما بين النادي المصري، اكيد النادي الاهلي كما هو حاله اكيد وطبيعه الحال مع بقيه الفرق اكيد متفوق، سواء في يعني الترتيب، في المباريات، في كل النتائج الخاصه ما بين المواجهات ما بين النادي الاهلي وبين النادي المصري. دايما النادي الاهلي كان هو ليه طبعا الكلمه العليا، وكان هو ليه نصيب الفوز في كل المواجهات او اغلب المواجهات اللي كانت ما بين النادي الاهلي وما بين النادي المصري، ولكن الحقيقه ان هو مباراه بتبقى صعبه في ارض الملعب ويبقى ليها حسابات اخرى. النادي المصري اكيد خصم مش قليل ابدا، ولكن الحقيقه النهارده مستر مارسيل كولر يعني هيستغل نقاط الضعف اللي ظهرت امام سيراميكا كليوباترا في نهائي كاس الرابطه، واللي خلت الحقيقه يعني سيراميكا كليوباترا يعني يفوز بهذا او هذه النتيجه امام النادي المصري. الحقيقه نتيجه مش قليله ابدا، 4-1 امام النادي المصري، وده اللي هيناقشه النهارده طبعا مستر مارسيل كولر في المران.
خليني بقى اقول لك يعني ان يمكن بعد راحه اللعيبه الاساسيه من مران اليوم هيعودوا مره اخرى للمران يوم الخميس علشان بقى استعدادا لمباراه الداخليه اللي هتقام ان شاء الله يوم الاحد المقبل الموافق 30 من يوليو الجاري، هتكون على طبعا اكيد يعني استاد القاهره او ملعب استاد القاهره، تقام في تمام الساعه 9:30، وده يعني بياتي في الدور ال 16 من كاس مصر النسخه الحاليه 2022 2023. وخلينا يعني ننوه يا نهوان ان مباراه الغد ان شاء الله امام المصري هي يعني الجوله الختاميه او يمكن المباراه الختاميه من الجوله المؤجله من الاسبوع ال 30، وهتكون دي اخر مباراه في يعني مسابقه الدوري. الحمد لله النادي الاهلي قدر ان هو يحسم اللقب ال 43 لصالحه. يعني يمكن في طبعا زي ما احنا عارفين دايما جماهير النادي الاهلي بتحب ان هي تكون ورا فريقها، والتواجد امام النادي المصري اكيد هيبقى هام جدا في مباراه الغد ان شاء الله. هيكون في اتوبيسات غدا باذن الله في تمام الساعه 12:30 ظهرا هتتحرك من امام فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، علشان طبعا اتوبيسات مجانيه وفرتها اداره النادي الاهلي علشان يعني تنقل كل جماهير النادي الاهلي علشان يروحوا يشجعوا النادي الاهلي امام النادي المصري في مباراه الغد. يعني يمكن الاتوبيسات هتتجمع في تمام الساعه 12:30 ظهرا، والتحرك هيكون في تمام الساعه 2 ظهرا من امام فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد. الحقيقه يعني عدد كبير من التعليمات تم فرضها على كل الجماهير اللي هتكون موجوده بكره، ان هم اكيد يكون معاهم في المقام الاول الفان اي دي وايضا التذكره الخاصه بيهم، واكيد ما يكونش معاهم اي شيء مضر سواء قبل المباراه او اثناء المباراه ايضا. خليني بقى يعني يمكن زي ما انت نوهتي يا نهوان في بدايه الحلقه، النهارده اكيد في اجتماع هام جدا دعا عليه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي مع لجنه التخطيط، يعني هيتم مناقشه عدد كبير جدا من الامور الخاصه بالمواسم الجديده بقى لفريق كره القدم، وايضا يمكن هيتم مناقشه النهارده كل الامور الخاصه بالاعارات الحقيقه اللي كانت يعني او اللعيبه المعارين من النادي الاهلي بشان بقى عودتهم في الموسم الجديد. وتم ايضا يعني دعوه كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره علشان يتم مناقشه كل الامور اللي حدثت في مباراه بيراميدز اول امس. خليني اقول لك كمان يا نهوان ان يمكن اداره النادي الاهلي بتعمل على قدم وساق في الامور يعني الخاصه بعضويات النادي الاهلي في الفروع المختلفه، وعلشان كده يمكن حبوا ان هو يسهلوا على كل اعضاء النادي الاهلي او يعني يمكن اللي لسه هيكون لهم النصيب ان هم يكونوا اعضاء في النادي الاهلي، وفروا يمكن على الاوفيشال ويب سايت وكمان على الاوفيشال بيجز كلها الخاصه بالنادي الاهلي كيو ار كود، كل الناس تقدر ان هي تدخل على الكيو ار كود ده وان هي يعني تتبع عدد من الخطوات علشان يقدروا ان هم يشتركوا في العضويات الجديده بالنادي الاهلي تحديدا فروع مدينه نصر والشيخ زايد وايضا الفرع الجديد والاخير بالقاهره الجديده. خليني بقى يعني يمكن اقول لك يا نهواندا او ننتقل للالعاب الاخرى يمكن على مستوى كره السله. الحقيقه ان المدير الفني الكندي روي رانا للمدير الفني لمنتخب مصر لكره السله اختار 7 من النادي الاهلي علشان ينضموا للقائمه الاساسيه او القائمه المبدئيه لبطوله كاس العالم. الحقيقه ان هم يعني اتحركوا خلاص بالفعل صباح امس الاثنين لسلوفينيا علشان يعني يمكن بقى مواجهات كاس العالم، والحقيقه اللي تقام في الفترة من 25 أغسطس حتى يوم 10 من سبتمبر المقبل، أكيد مواجهات كلها قوية وهتتم بقى في الفلبين واليابان وأيضا إندونيسيا. خليني بقى أقولك على 7 اللي انضموا للقائمة أو اللي اختارهم روي رانا للقائمة المبدئية لطبعا يعني منتخب مصر لكرة السلة. أكيد طبعا إيهاب أمين، ايضا عمرو الجندي، عمرو زهران، عمر طارق، عمر الشيخ، وايضا عمر عزب وكريم حاتم، دول 7 اللي انضموا بشكل يعني مبدئي للقائمه المبدئيه، والحقيقه ان هم اتحركوا خلاص مع بعثه طبعا منتخب مصر لكره السله. دي طبعا كانت كل اخبارنا يا نهواندا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، وايضا الاجواء في يعني يمكن النهارده في صباح اليوم. بشكرك جدا، الكلمه ليكي مره اخرى. تغطية كالعادة رائعة منك يا مريم، حقيقي من المراسلين عندنا المتميزين جدا، بشكرك جدا وتحياتنا لكل زملائنا أكيد.